الأجواء الخريفية اللي بنعيشها هذه الأيام متقلبة نهارا وليلا، فلكن الأجواء حارة بالنهار زي ما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس النهاردة، وقالت أن طقس حار رطب نهارا على أغلب الأنحاء، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، معتدل الحرارة رطب ليلا. كمان بيشهد اليوم شبورة مائية خفيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية. من المتوقع أن يشهد اليوم رياح معتدلة تنشط أحيانا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال الصعيد على فترات متقطعة. نتابع مع حضراتكم درجات الحرارة المتوقعة على عدد من مدن ومحافظات الجمهورية، ونرجع نكمل معاكم فقراتنا.